مين يالا انت؟ هو اللي ماسك المحل ده؟ روح ادور. فوق يا باشا، بس على الهادي، احنا برضك محل محترم. اكتم يالا هتوب. على فين يا باشا؟ بس يا باشا، باشا يا باشا اسمعنا. طيب يا باشا الحمد والراحة يا عم، جاي معاك خلاص يا باشا. اسمع ورا، كلم المعلم. يا كلم المعلم باشا. مين؟ شرف امي، شرف بيك انا بيل الجن. والنبي ما تشوف لنا حلفان عليه القيمة. شرف ايه اللي يجيب الاشكال الوسخة دي بس؟ وفيها كبير علم وسخة، يقول لك بيخلطوا السمين بالحشيش. وانت عرفت منين يا بولبول؟ عرفت منين ايه يا سلطان؟ ما انا كل ما اخش اكل الدهوي. اوعى تكون انت اللي احنا مش هنشرب حاجة غير الشاي ده ولا ايه؟ عيني غير الحجر للمعلم يا ابني. عامل كام ده بالتميزه؟ ايه بنت الغباوه دي؟ ما ده اللي بيخلي زمان تطفش منك. اوعى تكون فاكرني عياله صغيره بكلون ابيض عشان تضحك عليا. ما فهمناها خلاص. تشتري مني لغيري عشان تحرق دمي، وتشعوطني عشان تجيبني على ملا وشي. عشان تعرفي ان انت هبل، الورده انا كنت جايبهولك، ما دي الحاجه اللي هتخليكي تضحكي. ومين اللي روحه؟ مش عمايلك؟ تدخل وتخرج عليا عشان تعشمني، ولا انت واخدني ورث وانا مش واخده بالي؟ مكتوب على اسمي كمان. وعشان اثبت لك بنت بحبك، كلها كام يوم وهنتجوز. ايه بنت في ايه؟ تاني تاني يا سعيد؟ يا بنت اصبري. طب جربيني المره دي. لما تعوز تتجوزني يا اخويا هاتني كده من شعري واديني المأذون. يا بنت اصبري اديني فرصه، جربيني المره دي. يا سعيد الحقني يا اخويا. امبارح في ايه؟ حد جرب له حاجه؟ نصرة نزلت من الصبح وما رجعتش لحد دلوقتي وقافله تليفونها. يعني ايه الكلام ده؟ تعال. يا لهوي. انا عايشه مع ابويا وست اخوات صبيان في بيت صغير جدا، اوضه وصاله وحمام صغير تقريبا مكشوف. انا تعرضت لحالات مش عارفه اقول ايه. تمام تمام. اتعرضت لاغتصاب من واحد منهم من فتره طويله، وبعدها بقى بيعمل ده معايا عادي جدا. بتقولي ده؟ انت اتجننتي؟ احمد انت مش فاهم حاجه. انت مين اللي قصدك ده؟ في ايه؟ انت خلاص خالص. تعالي معايا. مالك يا واد يا صلاح؟ شكلك ناوي لحد على نية غبر. ايه؟ قولي ابوك شبشب لك يونيا. لم ليلتك عشان مش ناقص، وما تجيبيليش سيره الراجل ده عشان العفاريت الدنيا بتتنطط في وشي. يا صلاح يا صلاح، صف نيتك ناحيه ابوك. ابوك راجل جدع وعتره، والف واد يتمنى يتسمى باسمه. انا مش عارفه انت قرش ملحته ليه. ليه؟ عشان كتير قال لها امي اللي رميها في بنك وماشي يوزع خيره على النسوان، واللي يغيظك ان هي راضيه ومبسوطه، وتقول له كمان يا اخويا اديني على راسي بجزمتك كمان. امك بتحبه يا صلاح، واللي بيحب حد بيتمنى له الهنا حتى لو ما كانش في حضنه. يلعن ابو الحب اللي يذل صاحبه يا شيخ. انت بتقول كده عشان لسه ما لقيتش اللي تشوكك في قلبك وتشبشب لك. ايه ده ايه ده ايه ده؟ صدق شكلك لقيت هيوسخ ومخبي عليا. قول لي يا ودي صلاح، مين دي اللي انتصت في نوادرها وبصت لك؟ بعدين يا هوني لما يهفني مزاجي اقول. لما ايه يا اخويا هفك؟ ان شاء الله الحشيش اللي طفحته عندي يطبق على مراوحك لما قلت لي دلوقتي هي مين. وربنا ما اعرف البت دي من دون صنف الحريم كله عملت فيها ايه. اول لما المح طرفها بس تلاقي قلبي بينط من مكانه زي اللي واخد عيار، واما شفايفها يا دوب تتوارب عشان تتكلم، وداني بتتسك عن اي حس حواليا الا حسها. حسها بيكتفني من كل جهه. تكتيفه عدلها اربعه يفكوها، بس تكتيفه ناعمه ولا تطوب الحرير. ولما تفرق عيني عليا الحرام بحس ان مشيتها بتقفل جفني سنه بسنه. احيا عليك يا واد يا صلاح، ده انت غرقان في شوشتك. ويا ريته عادي. وليه بقى ما يعجبش ان شاء الله؟ عشان الدنيا تمامها كده. انسي. وامتى ده حصل؟ وزي ما حدش يقول له فين سيد؟ جاي ورايا على طول، طلع بس على المحلات اللي بتورد لهم الشغل يسال عليها هو وميس. هو جه اهو. ها سيد وصلت الحاجه؟ مفيش حاجه يا عم سلطان، سالت كل الدنيا مفيش حد يعرف عنها اي حاجه.
طب حد سأل في الانسان؟ بلبل لسه مكلمني، مفيش ولا بلاغ. طب انا هطلع على مستشفى احمد ماهر ومستشفى المنيرة، اللي يوصل لحاجه يكلم التاني. لو عرفت حاجه كلمني على طول يا عم سلطان. مخ يا بلبل، طمني في جديد. زي ما قلت لك كده بالظبط، دفتر الحوادث الحمد لله هي مش موجوده فيه خالص، ولا في اسم السيده ولا في نقطه المنيرة. بس بقول لك ايه، وانتوا بتدوروا على عيل تاي اسمه عمر. عيل تاي مين وعمر ايه؟ اسمه عمر احمد عبد الحليم، امين الشرطه صاحبي في اسم السيده. هو قال لي كده ان الست نصره جت على العصريه كده عندهم وقدمت بلاغ اختفاء عن عيل بالاسم ده عنده حوالي 15 سنه. فقلت اسالك يمكن في علاقه بين الموضوع ده وبين غيابها. يعني بتكلمي مين انت كمان؟ لا يا اخويا اصل ايه؟ اصل ايه؟ تعرفي حاجه عن نصره مخبيه عليا؟ يا لهوي انا اعرف حاجه. ما تطلعي بنت في ايه؟ في ايه يا سيد مالك؟ اصل هي اتخانقت مع الواد حماده وخطف في وشها كده. حماده مين؟ حماده الطيب؟ ايوه. وبيحكي مع اختي في ايه؟ اصل فتحها موضوع الجواز تاني. تاني ايه؟ هو كان في اولاني؟ هي بس هي سكته بالجامد. من ورا ضهري يا ميسا. بس يا سيد حماده بنت انت كمان. ما خلاص يا ابوخه بقى، ما الست كده في ايدك حرام، طلعهم انت بس وانا هقول. هو فين ابن الحرام ده؟ عندي المصلحه دي. طلع تعرف مكانه؟ اعرف. اطلع بنت فوق. اطلعي فوق كويس يا عم بقى. تعالى قول لي في المكان. في ايه مالك؟ قلت لك عندي. وريني هو فين. يلا بينا. انت تستهبلي؟ هو في واحده محترمه بتعمل اللي انت بتعمليه ده؟ يا احمد والله العظيم، والله العظيم ده كان تمثيل. انا وشي ما كانش باين اصلا. افهم بقى يا اخي. تمثيل ايه؟ قولي كلام الزباله ده قدام الناس وتقولي تمثيل. وانت من امتى ليك في التمثيل ده اصلا؟ وانت مالك؟ بس بقى يبقى انت واخوك كمان. شوفي اختك المحترمه اللي فرحانه في كل حته. انا محترمه غصب عنك. انت تعمل ايه يا راجل ولا ايه يالا؟ راجل غصب عنك يا سفله. يا انتوا مش دغيانين بأي حاجة، واحنا مش لاقيين نصرة من الصبح ولا عارفين عنها حاجة. يعني ما حدش عارف عنها حاجة. حمامة الطيب زيارة. يا طارق يا سيد، انت ينفع علاقتي ان ورايا طيب؟ ورحمة ابوك ما حصل. انا كنت رضا في الحلال يا جدع. طب لما انت رضا في الحلال تتكلم عن النسوان ليه؟ رجالتها ماتوا؟ انت عياط. نصرة فين؟ يعني ايه نصرة فين يا سيد؟ اختك فين يا سيد؟ انت هتثبت يا محمد. نصرة فين يا اجيب عينيه؟ امتى يا عم على الحرام مديني ما اعرف انا هاذي نصرة برضك. لا انت ولا 10 ساعات يا كلام. يا عم سلطان لقيتوها؟ ماشي افتح يا بلبل. حلني من هنا يا نبيل، انا لازم اخرج. لا 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 حمامه تخرج فين؟ انت مش تستقلب بيا وكل ما اجي اكلمك تقول لي اصلي ايه؟ اصلي انا محصور وتسيبني وتمشي. يا عم حقك عليا، اللي تؤمر بيه هعمله. شوف انت عايز ايه. معلمك تجيب لي قراره. ماشي اللي بعده. انت مش كنت محصور؟ انا عايزك تفك حصر قدام الجرابيع دي كلها وفي منطلونك، مفيش نقطه تنزل على الارض بسرعه.